والروم ومنحها من الخطايا باعتمادك يا رب في نار الأردن ظهرت سجود منك فإن صوت الله كان يشهد Get with the second sacrament. We in the Middle Eastern churches, we give the three sacraments at the same time. So now we are going to seal her with the gift of the Holy Spirit. إلى ربي نطلب تبارك ونبدا يا رب القدير ينبوع الخيرات وشمس العدل يا من أظهر للذين في الظلمة نورا هو أنت بتجامع على هذا لو حامل ساعة مسألتك يا سيد جميع أخلاقي احرز نفسها بمحبتك الخلاصية بالطهارة والبر حتى ترضيك في كل عمل وقول وتصير ابنة ووارثة لملكوتك السماوي لأنك أنت يا إلهنا إله الرحمة والخلاص وإليك نرفع المجد وإلى أبيك نسأل